كابتن محمد حميد، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك حبيبي. كابتن، هذا الموسم مختلف، دور نجوم العراق، لا ليغا، ايضا ادخال منظومه الفار، تطوير الملاعب الموجوده، شنو رايك فيه وشلون شفته؟ اكيد هذا الموسم يختلف عن كل المواسم الاخرى. موسم يعني اقدر اقول لك عبرنا به مراحل، والحمد لله والشكر يعني قدرنا نلحق انه نلعب بهاي الملاعب الجيده وبهاي تقنيه الفار المتطورة، والحكام أيضا اليوم مثل ما تشوفون أكو حكام محترفين من باقي الدول العربية والدول الآسيوية، أكيد هذا الشيء يضيف لدورينا، وإن شاء الله يا ربي يتطور بعد أكثر وأكثر. كابتن، عندك تواصل المدرب كاساس بخصوص استدعائك، لا سيما اتصالك موسمين، يعني الكل يشهد بتميزك وتألقك مع نادي القوى الجوية. لا لا، أنا أي تواصل ما عندي مع المدرب المحترم والكابتن كاساس، أكيد أنا جندي لهذا البلد ولهذا المنتخب، نقدم مستوى والتقييم يعني يعود لهم، ونحترم كل الخيارات اللي يختارونها، فأكيد الحراس المتواجدين أخوتي يعني ما يقلون شأن عني، أكيد يستاهلون أن يكونوا بهذا المكان. إذا سنحت لنا الفرصة أن نكون في المنتخب الوطني ونمثله مرة أخرى فأهلا وسهلا بها، وإن لم تتم فهذا منتخب العراق كليتنا راح نكون ساندين إلى ونكون مشجعين إلى من خلف الشاشات التلفاز. أكيد، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا حبيبي، الله يسلمك.